في جهود كبيرة بتبذل للتخفيف عن المصريين، لأنه في موجة تضخمية عالمية، والدولة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت أنها تزيد من موازنة برامجها المخصصة للحماية الاجتماعية. من كام بقى؟ تعالوا نقول شوية أرقام. من 358.4 مليار جنيه ل 529.7 مليار جنيه، يعني نسبة الزيادة لو حسبتها كده، احنا قعدنا نحسبها لقيناها انها 48.8%. طبعا التوجه ده خليني اقول هيقدر يخلي ان الدولة المصرية ويمكنها انها تتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا، اللي هي الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا. ده بيتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. طبعا الحكومة كانت قبل هذا القرار خدت حزمة حماية اجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والغلاء في مصر. عملت إيه؟ رفعت الحد الأدنى للأجور، دعم البطاقات التموينية، توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. تعالوا نتكلم على قدرات الدولة إنها زي تقدر تتوسع وتدعم هذه البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية رغم أن هناك ظروف اقتصادية صعبة. طب هل البرامج دي هيكون ليها تأثير على تغيير حياة المواطنين للأفضل أو حتى نمر بهذه الأزمة؟ كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم دكتور أسامة سعيد، عميد كلية تجارة بني سويف سابقا. دكتور أسامة منور. أهلا بحضرتك فندم، وكل سنة طيب. خليني أتكلم على البرامج اللي موجودة قبل كده، زي مثلا تكافل وكرامة. ودي يعني احنا تكافل وكرامة، خلينا نقول ان احنا لو حضرتك احنا شوف النهاردة كام يونيو، فاحنا بنتكلم ان احنا داخلين على الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتكافل وكرامة ظهرت او كانت من نتاجات هذه الثورة. خلينا نقول يعني ازاي استفاد محدودي الدخل من تكافل وكرامة؟ طبعا نموذج تكافل وكرامة من ابرز النماذج لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية مصر 2030. رؤية مصر 2030 بتعتمد على 17 محور او 17 هدف، منهم حوالي 6 أو 7 اهداف مركزين على الجانب الاجتماعي. طيب احنا ليه بنتكلم على الحماية الاجتماعية بصفة عامة الاول؟ لان اي اقتصاد واي دولة عايزة تقيم مجتمعها بشكل سليم لابد ان تفعل اليات السوق، ولكن تفعيل هذه الاليات يتطلب الوصول الى اسعار تعبر عن العرض والطلب. قد لا يستطيع بعض الفئات أو بعض الأفراد أنهم يقوموا بشراء عند هذا المستوى أو التعامل مع الوضع الاقتصادي عند هذا المستوى، وهنا تظهر دور الدولة في دعم شبكة الحماية الاجتماعية. طبعا نموذج تكافل الكرامة من أبرز النماذج على مستوى العالم اللي بيشيد بها الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لأنه قام فكرته على أن بيتم دراسة الوضع بالنسبة تتكلم عن تكافل وكرامة. بالظبط. لما نيجي نقول مثلا ان سنة 2022 في شهر يوليو تم زيادة 1 مليون أسرة دخلت في تكافل وكرامة. لو احنا شفنا، طب ممكن ازود عليك رقم؟ تفضل فين. ينفع؟ يعني تكافل وكرامة 2014 كانت مخصصة ليها 3.6 مليار. نعم. عارف حضرتك في 2023 وصلوا لكام؟ عارف طبعا. كام؟ انا اقول لحضرتك 31 مليار. بنسبه زياده كام عن السنه اللي فاتت؟ 25%. طيب ما هو ده رقم، ربع ده رقم في سنه واحده. لما نعمل ده، لا خلينا نمشي في المجال ده بقى، لان احنا لو رجعنا تقريبا 12 شهر لورا وطلعنا لقدام 12 شهر لقدام، احنا بنتكلم في معالجات تم التدخل فيها لحماية الفئات المستهدفة، مش بس تكافل كرامة، لأن تكافل كرامة يمكن بيتكلم على الطبقة الأكثر احتياجا، ولكن لو حضرتك عممتي شبكة الحماية الاجتماعية على الطبقة الوسطى هتلاقي إن إحنا سنة
2020 شهر يوليو كانت أول حزمة، تاني حزمة كانت في شهر أكتوبر، تالت حزمة لو حضرتك تفتكر في المنيا أو حضرتك كنت بتغطي الاحتفالية اللي كانت في المنيا وتم زيادة الأجور لألف جنيه لكل الطبقات، الحدود الدنيا للدرجة الخامسة والستة 3500 و5000، حملة الماجستير، حملة الدكتوراه، الحد الإعفاء الضريبي من 24000 ل 30000، دي كلها مش بس بتتكلم على حماية اجتماعية لطبقة واحدة، لا دي بتنظر إلى الطبقة المتوسطة والطبقات اللي هي بتعاني من الآثار الاقتصادية. فلما نيجي نشوف الكلام ده، عارفة حضرتك تكلفتها أنا حاسبها بس وأنا جاي كام؟ 13 مليار جنيه شهريًا للحماية الاجتماعية. طب جت منين؟ لو حضرتك شفتي ان احنا بدأنا الموازنة قبل ما تبدأ بثلاث شهور، احنا بنبدأ الموازنة 1/7، لكن 1/4 تم بداية ضخ الأموال اللازمة للحماية الاجتماعية. فلو شفتي حضرتك احنا خلال سنة 4 مرات يتم التدخل بزيادة المخصصات اللازمة لدعم شبكة الرعاية الاجتماعية أو المستفيدين، والمستفيدين هنا في برامج عديدة. طيب عارفة لما حضرتك تقولي ان انا ببدأ الموازنة من 1/7/2023 ل 30/6/2024، دي بتكلف 150 مليار مجموعة البرامج. طيب من 1/4 احنا بدأنا بدري اللي هي 25% زيادة اللي زادت ده تكافل وكرامة وحاجات تانية، دي عاملة 40 مليار. لما نقسم ده على 15 شهر هيطلع تقريبا احنا بنصرف للحماية الاجتماعية حوالي 13 مليار جنيه. طبعا ده عبء بسبب ايه؟ بسبب ان هناك ضغوط عالمية، الضغوط العالمية صحيح. دي بيتم مراجعتها دوريا. لما تشوف حضرتك الفروق ما بين كل حزمة والتانية تلاقي ثلاث شهور، يبقى حتى لو الدولة ما اعلنتش احنا بنعمل ايه في آليات العمل، احنا ممكن نستنتج ان كل ثلاث شهور تقريبا بتراجع ده على حسب المتغيرات العالمية واحنا بنعاني بقد ايه. ونتمنى خلال الفترة اللي جاية ان الضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع الفايدة في الفيدرالي الامريكي والحرب الاوكرانية دي تكون اعتقد يعني ان الفيدرالي الامريكي يعني هناك توجهات، يعني هو مش مجالنا دلوقتي، بس هناك توجهات انه ما يرفعش اكتر من كده، بالعكس يعني توجهات من داخل الكونجرس الامريكي نفسه. وعمل عندهم تضخم عالي صحيح، فالتضخم ده هم هيقدروا يستحملوا لغاية امتى؟ ولكن هم بيحسبوها ازاي؟ مجموعة المكاسب الاقتصادية الناتجة عن رفع الفايدة اكبر من درجة التضخم طب بمناسبة ان احنا ابتدينا نتكلم على النقطة دي، عندي ان صندوق النقد الدولي بيشيد بتوسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية خاصة خلال فترة كورونا. طيب منين من يعني ما انا الازدواجية في التصريحات لصندوق النقد أنا دي مش قادر افهمها. يعني احنا لازم يكون عندنا القناعة ان احنا لما بندرس ونوصف مشاكلنا بشكل سليم هتطلع العلاجات والتدخلات الحكومية أو المجتمعية بشكل يعبر عن حاجتنا وأسلوب العلاج بشكل سليم. كون إن هم يشيدوا متشكرين، بس إحنا عندنا مواقف تانية كان المفروض يبقى فيه درجة أكبر من المرونة في التعامل ما حصلتش، فإحنا إشادتهم يعني لن تضيف لنا كثيرا، ولكن إحنا لازم المواطن بتاعنا وده دورنا إن إحنا نفسر الأرقام، والباحثين عندنا في مجال الاقتصاد الكلي، مجال المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، مجال المحاسبة عن الأداء القومي، الموازنة وتحليلها وإعداد موازنات على أساس البرامج والمحاسبة عن الأداء، ده هو دورنا إحنا لما نشوف المشاكل بتاعتنا ونتصدى ليها بأدوات إحنا عملنا فيها إنجازات على المستوى العلمي الحمد لله بشكل طيب، نقدر إن إحنا نوصف مشاكلنا بشكل جيد، نقدر نتدخل بعلاجات مناسبة لينا لغاية ما نعدي الأزمة. طيب خليني أتكلم على أنه في 2016 كان هناك قرار بالإصلاح الاقتصادي، يعني أنا عايزة أتكلم على يعني ولما تم اتخاذ هذا القرار
لا احنا كنا عارفين بقى ان في كوفيد 19 جاي، ولا كنا عارفين ان الازمه الروسيه اليوكرانيه، او ما كناش عارفين انها هتتطور الى هذا الشكل. فالاصلاح الاقتصادي جه يمكن هو كان ضاغط بعض الشيء على المواطن، لكن لما بدات الاحداث وابتدينا نمر بالكلام ده لقينا انه لولا ذلك الاصلاح لما كنا استطعنا ان نصمد. هنقول قاعده، كل اصلاح يتم نصمد. انا ما بقولش ان احنا بنصمد، يعني واقفين بنحاول نقف، لا احنا بنصمد وبنبني. صحيح. خلينا نقول كل اصلاح اقتصادي يتم تاخيره بتبقى تكلفه التاخير اكبر بكتير واثرها اسوأ من لو كانت اتعملت في الوقت الصحيح. طيب لو حضرتك تشوفي ان حتى في ظل كوفيد 19 كان معدل النمو في مصر بالرغم ان كان في توقف عالمي 2.4، وكان متوسط النمو على مستوى العالم ناقص 3.6. فلما تقارني حضرتك الرقمين يبقى احنا اشتغلنا فوق المعدل او المتوسط ب 6%. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان بالرغم ان احنا في مشاكل سياسيه وصحيه وظروف استثنائيه ما عدتش على العالم خالص، الا ان احنا قادرين ان احنا نحقق معدلات شغل، نمو، زياده في الاداء بهذا المعدل. المهم ان احنا نستطيع ان احنا نحقق ده بشكل مستمر، يعني ما حققوش في سنه واحده بس، لا لازم اقعد 10 سنين معدل النمو عندي 6.7 و8%. طيب يمكن استاذ محمد ابو العنين في مجلس الشعب قال انا عشان اوصل لده لازم 25% زياده في الاستثمارات. يعني ده مش بيجي كده، لا ده لازم استثمارات بتيجي. طب عشان تيجي الاستثمارات دي لازم الاستثمارات يبقى قدامها فرص استثماريه. الفرص الاستثماريه بتيجي منين؟ بتيجي من الشغل اللي انت عملته خلال الثمان تسع سنين اللي فاتت. مش هيجي مستثمر يحط فلوسه الا لما يكون في امن، في استقرار، في بنيه تحتيه، في طاقه موجوده في اي وقت، في مواني اقدر تعمل دعم للوجستيات، كل قوانين وتشريعات بتحمي المستثمر، وفي بنيه قانونيه. صحيح؟ لازم تكون بتحافظ على دخول وخروج الاموال. احنا كنا اصلا مفتقدين كنا الحته دي بعض الشيء يعني في فتره ما. هو طبعا انا هقول لحضرتك الافكار الاقتصاديه كتيره، ولكن انا لازم احدد استراتيجيتي وسياستي الاقتصاديه وعلى ضوء ده اعمل التشريعات. نعم. انما مش كل فكره اقتصاديه اطلع لها قانون، لازم ابقى عارف انا توجه ايه من الناحيه الاقتصاديه، ثم اعمل البيئه التشريعيه واللائحيه اللي هي تتوافق مع هذا التوجه. طيب خليني اروح لمشروع، المشروع ده الكل بيتكلم عليه في الخارج، حتى انا ما بكلمش على داخل مصر، انه مشروع قرن، حياه كريمه. حياه كريمه يمكن انا بقول انه مشروع قرن، بس يعني هو كان حظه ليس بالجيد، لانه كان ممكن يبقى اسرع بكتير لو ما كناش العالم ما كانش بيمر بهذه الظروف. لكن خلينا نتكلم حياه كريمه، يعني احنا لو اتكلمنا على تكافل وكرامه، على المبادرات الاجتماعيه، لكن حياة كريمة خليني أقول إنه هيغير حياة المواطنين المصريين، وما بتكلمش على محافظة القاهرة ولا اسكندرية ولا الجيزة فقط، أنا بتكلم على مصر من أولها لآخرها. أنا عايز أقول لحضرتك إن حياة كريمة نموذج، بمعنى كلمة نموذج، بتتكامل فيه أضلاع اقتصادية مع بيئية مع اجتماعية. طيب أنا لما بدخل قرية وأكون أنا بشتغل في إيه؟ في المياه، بشتغل في المياه مع الصرف الصحي، مع الكهرباء، مع الإنترنت، الرصف، المراكز التكنولوجية داخل القرى، فبنطلع من القرية فعلاً الجوانب الاقتصادية اشتغلت، لأن المقاولين اللي بيشتغلوا في المكان من نفس المكان، وإن كان هم بيعانوا دلوقتي ليه؟ لأن هم طبعا الضغوط اللي في ارتفاع الأسعار مخليهم مش قادرين زي ما حضرتك تفضلتي إن يمشي بنفس المعدل. صحيح. بس
احنا نمسك في الايه؟ نمسك في الهدف بتاعنا. ممكن بدل ما انا كنت هشتغل بمعدل 80 و90%، ممكن يبقى 60 و70%، عشان الضغوط على في حاجات انا ما اقدرش اتصرف فيها، ان حاجات مستورده. فالحاجات المستورده دي مع مشاكل سلاسل التوريد، مع توفير العمله، مع اولويات الدوله في عمليه الاستيراد، دي بتخليني ايه؟ بدل ما انا كنت بمعدل الشراء الدولي اللي هو الاستيراد بمعدل معين، بيقل المعدل ده، فمعدل الانجاز ايه؟ بيقل. فبنلاقي ايه؟ اهلنا ممكن ايه؟ يكونوا عارف حضرتك كده، لما تكون ايه؟ بتفوري الشقه بتاعتك كلها وبتعمليها من جديد، فبتبص وانت بتعملي الحاجات دي بعض اعضاء الاسره بيكونوا متضررين شويه من ايه؟ من ان ايه؟ اتاخرنا شويه، لا الحته دي لسه ما خلصت. ولكن المشروع كله مشروع ده يتعمل في 10-15 سنة، لان انت بتعالجي مشاكل وممارسات غير سليمة اتعملت في 60 و70 سنة، مشاكل مزمنة. طب لما احنا نكون بنعد بالشهور لحاجات اتعملت في عشرات السنين، صحيح. فاذا معدل الانجاز هنا لابد ان هنا دور الباحثين فيه ان هم يرصدوا لي كل شويه انا حققت ايه في مجال الطاقه، عملت ايه في مجال الطرق، عملت ايه في مجال الميه، عملت ايه في مجال اللوجستيات، عملت ايه في الشبكه كلها اللي هي خاصه بالبرنامج. طب انا مستهدف قد ايه ويخلص؟ طبعا احنا عاملين مرحلة أولى المفروض كانت هتخلص في 12 اللي فات، وعندنا مرحلة تانية، عندنا مرحلة تالتة. فأعتقد إن احنا شفنا أعتقد سيادة الرئيس أكتر، يعني شفناه في أسيوط، شفناه في سوهاج وفي قنا، وشفناه في الأقصر، يعني احنا شفنا. ويعني بتهيألي الأيام الجاية كمان هنشوف في مناطق أخرى. يعني هو في خلاص ابتدت في قرى معينة ابتدت تخلص، يعني وبنشوفها على الهوا، كلنا بنتفرج عليها على الهوا، والأيام الجاية هنشوف قرى جديدة وجديدة إن شاء الله. يمكن الأمثلة اللي حضرتك قلتها كانت معظمها في الصعيد، لأن نعم. كان الصعيد يعني مش واخد نفسه مش واخد حقه في ويمكن أنا من بني سويف أعتبر من أول الصعيد. ف ويمكن لو رحنا لمناطق أخرى في الصعيد كانت منسية بمعنى منسية. لما احنا نحطها على الخريطة ونبدأ نشتغل فيها، ويبدأ المواطن اللي لسه ما جاش عليه الدور يشوف البلد اللي هو ممكن يكون زارها في يوم من الأيام بقى شكلها ازاي، هيتوقع ان بلده هتبقى اللي هو المركز او القرية او النجع اللي هو بيشتغل فيه هيبقى شكله ايه. واعتقد دي يعني حتى في احنا بنشتغل في ظل ظروف استثنائية، بمجرد ما تستقر الظروف دي هيبقى المعدلات أعلى، ومعدلات الاطمئنان على النتائج اللي بتتحقق أكبر وأكثر رسوخا. طيب حضرتك بتقول يعني في حالة عدم استقرار في العالم، ولما الحالة دي، لكن أنا شايفة أن توجه الدولة دلوقتي أن أنا أأقلم نفسي داخليا مع ان استمرار حاله عدم الاستقرار العالميه، يعني وده اعتقد انه اصح ان من انتظار حاله الاستقرار ده تكيف وعمل بالظبط. يعني انا بتكيف، انا ممكن اتكيف وما اعملش بالزائد انما لا، ده انا بتكيف وبحاول اعمل حاجات بالزائد قد يكون مش بنفس المعدلات اللي احنا كنا مستهدفينها، ولكن ده شيء طبيعي. عشان كده احنا واحنا بندرس الطلبه بندرسهم مرونه التخطيط واسلوب السيناريو، ان انا وانا بشتغل لازم عندي اكتر من سيناريو، سيناريو متفائل، سيناريو متشائم، سيناريو اكثر احتمالا. فلما بيجي تحدث الظروف فاستدعي مني ان انا اتطبق سيناريو مش هو اللي انا خططت عليه، لازم انا اشتغل على السيناريو الجديد بان انا اعدل توقعاتي. وده اللي حصل فعلا. هو امتى احنا كنا بنتدخل ببرامج حمايه اجتماعيه 4 مرات خلال سنه واحده بتكاليف بيعادل النظر اول باول؟ لما حضرتك تشوفي ان موازنه 2023-2024 المصروفات فيها 2.1 تريليون بنسبه زياده 41%،
معدلات زياده في الاجر 17%، معدلات الزياده في التعليم، الصحه، الضمان الاجتماعي، العلاج على نفقه الدوله ما بين 20 و25%. اللي لما حضرتك تشوفي الاسكان الاجتماعي زياده في الموازنه بس دي 103%. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان حتى اللي انا عملته في الفتره السابقه قادر ان انا استفيد بيه دلوقتي. كان ممكن احنا مشروعات الاسكان نتوقف فيه، بس انا عشان عملتها بدري وعملتها بتكلفه منخفضه. القرار كمان سياسه الاولويات، ويعني كانت حتى الدكتوره هاله السعيد بتقول انه المشروعات اللي نسبه الانجاز فيها 70% هيكملوها، لكن ما فيش مشروعات جديده. انا خلاص دلوقتي الدوله ماشيه بسياسه الاولويات، واللي قرب يخلص انا هخلصه عشان استفيد منه، عشان استفيد منه، بس مش هقدر ابتدي جديد لغايه ما هو احنا دلوقتي صحيح. الاولويات بتراجع. هو انا دلوقتي عايز احقق حاجه اقتصاديه وحاجه اجتماعيه وحاجه بيئيه، ممكن اركز على الحاجه الاجتماعيه ثم الحاجه البيئيه وممكن بعد كده حاجه اقتصاديه. صحيح. يعني نتمنى الخير لبلدنا، واتمنى ان احنا فعلا انا ما يعني مش عايزه اتكلم على عدم الاستقرار الخارجي ولا احنا مستنيين، اتمنى ان احنا نقدر يعني لو احنا حتى في الظروف دي بلدنا تفضل كويسه وتفضل بخير ونعتمد على نفسنا اكتر وملناش دعوه بقى باللي بره. فعلا احنا زي ما قلنا احنا بنوصف مشاكلنا بشكل جيد، بنتعامل في ضوء قدراتنا، وبنحاول ننمي صحيح. ده وده ان شاء الله هو اللي هيرفعنا يعني خلال فتره مش طويله لمرتفع ان شاء الله. بعض الصبر ان شاء الله، بعض الصبر. دكتور اسامه سعيد عميد كليه تجاره بني سويف سابقا، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني. شكرا يا هشام. مشاهدينا الكرام بكده تكون خلصت فقرتنا، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. بعد الفاصل موعدكم مع الفقره الطبيه، انتظرونا.